دكتور دلوقتي نرجع تاني لموضوع المية اللي بتبقى موجودة في الجسم. حضرتك تمام. قلتي نعمل عكس اللي احنا كنا بنعمله، خلينا نسهلها على الناس تمام. ونقول لهم احسن يعملوا واحد اتنين تلاتة. ايه الاكلات او المشروبات اللي تساعد الجسم على التخلص من المية الزيادة؟ هل الرياضة كمان بتساعد على التخلص من المية الزيادة؟ يعني قولي لنا كده روشتة سريعة طيب تخلص بلاش من نحصرها في موضوع المياه الزياده بس، لان احنا عندنا اكل برضو عملناه ما احنا وعك عملناه. بنجيب رجليهم بس الاول يحسوا بفرق في اول اسبوع وبعدين نكمل معاهم. اول ما يظبط الاكل هو لازم، انا بدم يعني عكيت لازم التزم شويه، بس تصدقيني لو احنا غيرنا عاداتنا، غيرنا من هنا الاول، هو كل حاجه هتتغير. غير طريقه تفكيري بالنسبه للاكل. اول حاجه واهم حاجه ان احنا نقلل التوتر شويه، لان التوتر بيعلي الكورتيزون، ودي من الحاجات اللي بتحبس برضو ميه. تمام. ننام بالليل ونصحى بالنهار، يعني ما نظبط نعكس ساعة نومنا عشان الهرمونات بتاعت صحيح. جسمنا محتاجه الساعه البيولوجيه تظبط. تمام. ننام عدد ساعات كفايه، زعلت مش زعلت، ننام عدد ساعات كفايه على الاقل يعني من 6 ل 8 ساعات عشان تاخدي راحه الجسم. كل الحاجات دي ما تتخيليش بتفرق تفرق في طبعا في صحه الجسم ووزننا اكيد، بشرتنا طبعا طبعا. تمام. انا يعني حد بعد كده طبعا ظل الظروف اللي احنا فيها، يعني انا وانا صغيره كنت بمشي اكتر كتير من دلوقتي. دلوقتي خلاص انزل تحت البيت ادور صحيح. عربيه، فانا لازم 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 ماشي. اروح الجيم، لازم العب رياضه. يعني اروح الجيم اسهل لي، لو عندك رياضه او حاجه لازم، او على الاقل خالص مشي نص ماشي. ساعه كل يوم من نص 30 ساعة يوميا. من 30 ل 60. بص، منظمه الصحه العالميه وال NIH اللي هي المنظمات العالميه كلها بتوصي من 30 ل 60 دقيقه يوميا. فخلاص يعني الموضوع بقى ما بقاش اوبشنال، يعني حركه، اي نوع من انواع حركه الرياضه، وزي ما حضرتك قلتي ونوم كويس. لسه بقى بنكمل، خلاص هناخد الميه بتاعتنا كفايه. طب ايه ده، احنا مش جسمنا محوش ميه؟ ما هي الميه دي اللي احنا جسمنا محوش ميه عشان عندنا كارب زياده وعندنا املاح زياده. فاحنا هناخد ميه، الميه دي هتاخد الميه التانيه ويعني وتظبط. فاهماني؟ احنا مش هناخد بقى الكارب، يعني مش هناخد كربوهيدرات ولا سكر زياده بقى عشان نحوش الميه. الميه كفايه من 2 ل 3 لتر يوميا، وبيزيد مع الحر. تمام. نرجع بقى للاكل اللي ربنا خلقه بصورته الطبيعيه، اللي هو بلاش الحاجات المصنعه اللي هي البرجر والحاجات الهايلي بروسيسد، الدقيق الابيض. خلينا نرجع للحاجات حبه كامله. تمام. وكمان محتاجين من 8 ل 10 ثمرات فاكهه وخضار يوميا. يومي.